call me a god. مرحبا بكم يا شباب. اليوم هذا البث راح اخلص فيه مهام توصيل الذهب اللي جمعناه في الايام او في اليومين الماضيين. اول شيء نتأكد من انتظار الشحنة ان الامور طيبة. هنا عندنا مساحة 30 ونسوي الانتقال السريع ونشوف ونخطط كيف بتكون عملية التوصيل. طبعا هنا لازم اسوي تمويل للمصنع، وعند المصنع الثاني لازم اسوي له عملية تمويل للمصنع. طيب عندنا هالمساحة المتروسة، فبروح بهالطريقة وانا راجع لسانتين اجمع 3 حبات. هذه وحدها بجيبها، بعدين بيكون هذا ممتلئة. فاللي اقدر اسويه اني ادخل من هنا 1 2 3 4 وارجع من النص، او العكس اذا كان العكس افضل، عشان اذا حد كان يتبعني اقدر اني انطلق في البحر الاخير، يعني انطلق بسرعة. فايوه البداية بتكون هنا، وبعدين هذه وحدها، وبعدين 4 مع بعض. فننطلق ونشوف كم عملية نقدر نخلص في هذا البث او في هذا الفيديو. الوحيد او هالفيديو وحده بشكل يعني لمدة 20 دقيقة، بشوف كم اقدر اوصل. فننطلق للبحر والبداية تكون، خلينا نشوف هذا وش يعطينا. نبحث عن المحاربين، ما اريدها والله، 50 بس ما اريدها. ناخذ من عنده او نبيع له الحاجات اللي يحب يشتريها باسعار مناسبة. بتكلم عن التجارة شوية مرة ثانية، يعني بدخل في موضوع التجارة لانه في حاجة ما كنت منتبه لها في اللعبة والحين انتبهت لها. فنروح للجزيرة الأولى ونجمع الموارد. تقريبا الموارد اللي جمعتها الحين قرابة 500. ف المصنع الأول هنا في هذه الجزيرة، قريبة منا ما بعيدة. عندنا طعام هذا الوحش أو ما أعرف إيش اسمه، خلنا نشوف الاسم. قطعة لحم التايلوسوراس اللي هو الوحش اللي قبل شوي. ليش اللون احمر هنا؟ في شخص جالس يسيطر، لان الحين في بداية الساعة ففي شخص جالس يسيطر، فاتمنى انه ما يفكرني جاي اهجم عليه. طبعا اقدر اوصل السفينة الليفل 10، ما وصلتها الحين، بوصلها في نصف الفيديو. خلصت عملية السيطرة بالنسبة لنا. اتوقع خلصت عملية السيطرة. هو صديقه يلعبوا مع بعض، اتمنى انهم ما يهجموا على الذهب اللي بيكون عندي. ونروح ونطلق للجزيرة الثانية اللي هي هنا. الدرع اللي حصلته ليفل 400 اللي تحصله من مهام الكوب. فهذيك المهمة، مهمة الكوب، هي اللي عطتنا هذا. ولا واحدة صابت. هذا يريد يهاجم علي، لا يريد يهاجم عليهم هم. ما اعرف صراحة يهاجم على من، بس كأنه جاي عندي انا. اريد اهجم عليكم ولا اريد اضيع الوقت معاكم. خلنا ناكل. ليش اوكي
60 صارت تضاعفت عملية نقص الستامينا بسبب اني استخدمت الدرع. نشوف هذا ناخذها ومباشرة ننتقل الى الجزيرة الثانية. اتوقع تحتاج بعد عملية تزويد يمكن. بشوف لما ننطلق شوية على البحر المفتوح نشوف اذا نحتاج عمليات تزويد. ما نحتاج عملية تزويد. وهنا النقطة الثالثة ليش ما تحددت؟ هذه هي النقطة الثالثة والبحر والرياح ضدنا فشوية بتأخرنا. نشوف اوريدي 5 دقائق نخلص تقريبا العملية الأولى على 7 دقائق. العملية الثانية على الثانية تكون قريبة. فبشوف إذا كان في داعي إني أسرع الفيديو. المشكلة إنه إذا سرعت الفيديو بيكون صوتي ما واضح فما أقدر أسرع الفيديو. يمكن بيكون فيديو مطول بعض الشيء على 20 دقيقة 20 دقيقة أو 25 دقيقة. طبعا شكر كبير للمتابعين والمشاهدين من السعودية لأنهم في المركز الأول المركز الثاني. حاليا العراق الكويت الجزائر من الغرب العربي كذلك المغرب العربي يعني كذلك عندنا من مصر في المركز الخامس. شكرا لكم دائما تدعم القناة. الكومنتات دعم بعضكم بعض نفس الحاجة أشكركم عليها. الحين نرجع لسانت إين بعد ما خلصنا وجمعنا الموارد. المصنع المنفرد المصنع الوحيد اللي على هذا الجهة يمكن بخلصه في وقت خلصه. هذا بعد ما مليان فلازم أخلص الوحيد أول وبعدين نشوف شغلات كفايات. طبعا هذا الذهب راح استخدمه اكثر شيء في تطوير المصانع هذه. ما ببدا اطور السفينه الحين. اولا اريد اسيطر على كل المصانع الموجوده في الريد ايل او البحر الاحمر او ايش اسمه هذا. فبعد ما اسيطر عليهم كلهم ذيك الحين ببدا اني اطور السفينه. وبعد هذا ببدأ اتمدد الى الشرق الافريقي او الافضل الشرق الهندي او الهند الشرقية لانه بستفيد يعني عن طريق تنزل السفينة. في الهند الشرقية بستفيد لانه موجود عندي تالوك بنجارة. بس في افريقيا ما عندي اي مكان فهذا بيضرني. هنا لو نروح نشوف إدارة السفينة والدرع نقدر نطور الدرع ونوصل لليفل 10. يبقى لنا شوية ونوصل لليفل 11 اللي هو أتوقع الماكسيمم في هذا الموسم من اللعبة. فنطور الدرع ونقول لنفسنا مبروك. انتقال سريع أقدر أنتقل انتقال سريع لهنا ولا ما في حاجة قريبة؟ ما فتحت مكان قريب للانتقال السريع هناك. بل افضل اني ابحر او الحل الوحيد اني ابحر ما انها افضل. نبحر في البحر ونشوف الطريق هناك.
اوكي ونشوف المصانع هذه، هل او المصنع الوحيد الباقي هل بيكون مليان او لا. طبعا هو بيكون اخر مصنع اشيل فيه، هو اخر مصنع بمشي له، بس نشوف اوريدي في 61 باقي. ليش تهجم علي؟ من هجمني؟ وليش هجموني؟ من هجمني وليش هجمني اصلا؟ ما في عملية توصيل ولا في شيء. خليه يكتب لي هنا من قتلني، ما استوعبت صراحة. افضل ارجع لسانت ان لانه قريب الحين طالع، بس ما مستوعب انا من اللي هجم علي. ابحار، من اللي هجم علي صراحة؟ وانا اللي بالعشرة وماكس من ضربة واحدة اسقطوني. ما في في حاجة، اللعبة فيها شيء يعني غريب. ليش؟ ليش يهجم علي؟ لا يعني اذا يريدون اهجم عليهم عادي، عندي ما عندي اي مشكلة، بس اريد اعرف ليش. شوف، لا كأن الدرع عندي ضعيف، لأنه مباشرة الإصابات كانت مباشرة وفجروني. أوكي نواصل للإبحار. ما فهمت صراحة ليش هجموا علي، وما فهمت يعني ليش مرة ثانية هجموا علي. المرة الأولى والمرة الثانية كانوا يهجموا علي، أوكي هم قراصنة. والثالثة ما فهمت ليش درعي مباشرة يعني ما بقى، يعني ون شوت ون ون هيت ون كيل كانوا في الضربة الأولى لما أسقطوني. صراحة كان شيء غريب، أول مرة يصير لي في اللعبة كذا. يعني حتى لما واجهت الوحش السي مونستر ما صار لي كذا، فصراحة شيء غريب، شيء غريب. 17 دقيقة ونخلص نخلص على 17، فما بيمديني أشيل الشحنة الثالثة. ليش؟ ما أقدر أشيل لأن الفرنسيين غضبانين علي. ليش غضبانين علي؟ أنا واجهت حد من الفرنسيين أصلا، ما ضربت الفرنسيين، اللي ضربتهم القراصنة. بس بنمشي كذا،
في البحر لحد ما نبدأ نضيعهم. بعد ما أعرف هل هذا جليتش في اللعبة، شيء مشكلة في اللعبة، شيئين اللي صاروا صراحة، لأنه إذا كان درعي ليفل، يعني هو الليفل بنفسجي و... شوف للحين ما وقت الحين نرجع. اوكي الحين على حياد، والحين نرجع والحين رياح بتكي عكسنا. بس اتوقع ما بعيدين 1000 متر بس. اللي صار لما هاجموني ما اعرف صراحة ايش تحليل هالعمليتين اللي صاروا. الحلو اني ببنى السيرفر مباشرة من اخلص، هذا ما بواصل الحين، يعني هذا فقط فيديو للتوصيل عشان تبدأ عملية مرة ثانية الجمع. مرة ثانية غضبانين علي مباشرة، ليش؟ يبدو اني بنهي الفيديو هنا لانه بياخذ وقت طويل، لانه اتوقع بسبب الدعامة اللي مستخدمينها او الدرع اللي مستخدمينه، يمكن يكون هو، لانه ما عندي اي سبب اخر، او انه سوي عملية نهب هنا. خليهم يضربونا عشان اعرف وش مشكلة هذا. هذا الفرنسيين بعد. خلاص اذا ننهي الفيديو هنا، سوينا عملية توصيل واحد. العمليات التوصيل الثانية ما بسويها في هالفيديو، يمكن بكمل الفيديو الثاني. بس كأنه بحاول مرة ثانية ارجع لهم، بس اظن يعني بسبب الدرع، لان الحاجة الوحيدة اللي سويتها مختلفة الحين اللي هي الدرع، فده الشيء الوحيد اللي تغير. ما اعرف ليش بده يهجم علي. شوف الحين على حياد، الحين نرجع مرة ثانية وبيهجم علي مباشرة، نفس القراصنة ونفس ال سوري انقطع شوي الصوت، صارت بعض المشاكل التقنية. ما اعرف، رجعت مرة ثانية، استلمت الدفعة ومشيت، ولا هجم علي الهولنديين. ما اعرف اللعبة فيها شيء غلط، فالافضل اني ارجع للسانت ان اوصل البضاعة اللي شالينها الحين. أنا بوصل البضاعة اللي شالينها الحين وأنهي صراحة، لأنه أبدا ما له معنى الشيء اللي صار. يعني الحين أربعة أشياء صارت مرتين، أو شيئين صاروا 4 مرات وما لهم أي شرح أو معنى. فالأفضل إني أسوي ويف للسيرفر
وافتح سيرفر جديد. هذا بعيدين ما يوصلوا لنا، ولكن بعد شوية لحوم نواصل طريقنا وعملية التوصيل. عملية التوصيل الثانية يمكن بأجلها إلى ما بعد بعد هالفيديو، يعني ما بيكون بنفس الفيديو. الحين الطلق يكون من أي اتجاه؟ الرياح بتكون ضدي، الرياح قريبة منها تكون ضدي. بتأخر بشوي. شوف هذا، لا الأفضل إني أطور كل أسلح كل المصانع للليفل 3 عشان يكون 80 الإنتاجية 80. أوكي ننطلق مرة ثانية، تجاوزنا الرياح. 22 دقيقة وعمليات توصيل مرتين، لأن الأولى كانت صح 3 مصانع بس نعتبرها واحد. عندنا 240 ونقدر نطور هذا اللي هو أقرب واحد. ثمة حدث فرصة استحواذ متاح. أدخله في الفيديو هذا ولا أسيطر عليها أوف لاين؟ نشوف. أتوقع أقدر الحين. وصلنا، نرجع لل بس أنا قلت أريد أغير سيرفر، فبخلص هذه المهمة اللي ظهرت قبل شوي أوف لاين. بعد مهمة الاستحواذ هذه، لا هذه للحين ما حد مشترك. مسبك معادن تامبي سادقو تامبي هذا. فالموقع ما حلو. وهي المهمة الوحيدة اللي الحين موجودة. غريب غريبة، بس اصلا ما مستحيل ما بخلصها. هنا نهاية الفيديو، اتمنى ان عجبكم الفيديو. اتمنى انكم تضغطوا على زر سبسكرايب وزر اللايك وزر جرس التنبيهات عشان توصلكم كل الفيديوهات اللي انزلها في اول باول. دائما اذا كان في عندكم اي اقتراحات او مناقشات او انتقادات تكتبوها في الكومنتس عشان أغير لكم. هذه نهاية الفيديو، ونشوفكم فيديو آخر، والسلام.